ثلثاء المدربين المشرفين على المنتخبات الإفريقية في هذه البطولة هم مدربين محليين مقارنة بالبطولة الماضية اللي كان فيها النصف تقريبا من المدربين من المحليين. هذا الصعبة مجددا بالنسبة للمنتخب الجزائري، صعبة أيضا بالنسبة للمنتخب الغيني، ولو أنه التعادل في مباراة كوت ديفوار أمام سيراليون قبل هذه المباراة خلى هذه المجموعة تكون مفتوحة. شوف هنا رحت له مباشرة، وين الكرة يا بغداد؟ وين الكرة يا بغداد؟ مستحق، نعم مستحق. بالعمل بتسلل الراسية اليسرى من مرمى الرئيس، أرضية والدفاع يدخل وبغداد بنجاح. شوف الكرة يا بغداد، شوف الكرة يا بغداد، يوسف يسترجع للتسلل، تغطية من هنالك من جمال والحكم يشامي، رجعوا يا رامي رياض، ولا جول ولا جول جول جول، وضع التسلل رياض على الجهة اليمنى، رياض يدخل، رياض الكرة في الركن، متسلل 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 متسلل، الراسية منه حول مرمى أمام جمال، وقالوا لا وقالوا قالوا بابا جمال ما لازمش يشوفوك اللاعبين. رياض 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 مازال في المراوغة، رياض ضيع خطورة، مازالت الخطورة تزيد، بابا 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 با. خلف تزيد، لا لا تعب كثير، تتعب كثير. يوسف العب يا يوسف، العب يا يوسف، العب يا يوسف، يوسف عطال يوسف، كرة صعبة وخطيرة، رايس وابن بولحي وفي خطا لصالح يوسف بليلي، كرة من يوسف بعيدة لبغداد، الحكم يقول اتمنوا لك ذلك حتى تتحرر أكثر. ويسلم سليماني، رياض محرز، رياض محرز، لا 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 بعيد. رياض الكرة البعيدة لبغداد، رقبها بصدره لا بيده، صعبة. نتمنى إن شاء الله تخلصنا ونتمنى لا بل هذا إيبان سلفادور بعيدة كثير من إيبان، راح بكورتو يوسف، راح بغداد يوسف بعيد على بغداد بنجاح، صعبة هاي، صعبة هاي، صعبة هاي، صعبة هاي، صعبة، أوي يا ريس، أوي يوسف عطال وبغداد، أوي قوية الكرة هذه، فرصة كانت خطيرة جدا، صدقا رامي في القائمة الثانية، بغداد في القائمة الثانية، يوسف والدفاع يصد، روعة ليوسف بلايلي، لا لا الأهل ثالث، كرة صعبة، كرة صعبة، كرة صعبة وجول، كرة صعبة وجول لمنتخب غينيا الاستوائية عن طريق المدافع أوبيانغ، يسجل الهدف الأول في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول. ماذا نفعل الآن يا جمال؟ 1-0 لمنتخب غينيا الاستوائية، طبعا فرحتهم كبيرة أكيد، يفرحوا لأنهم سجلوا هدف على بطل إفريقيا المنتخب الجزائري. من حقهم يفرحوا، من حقهم يفرحوا، هدف مباغت في القائمة الثانية، مثل ما فرحوا منتخب سيراليون بتعادلهم أمام المنتخب الجزائري، منتخب غينيا الاستوائية يفتح مجال التسجيل في هذه اللحظات، مدعم طبعا بآلاف من عشاقه في المدرجات. مباراة لم تنتهي، مباراة لم تنتهي، ما زال عندنا 20 دقيقة لعب في المباراة مشاهدي الأفاضل، 1-0 لمنتخب غينيا الاستوائية في القائمة الثانية. هنا أوب الكرة الثانية، صعبة تكون عادة اللعبة هنا، سبقهم في القائم الأول ثم في القائم الثاني، لعبة بهكذا الشكل رائعة جدا من قبل المدافع إستيبا أوبيانغ يسجل أول. بن ناصر متسلل يا يوسف، توصل يوسف بليلي، جول رجعت له يوسف لإسلام، السلام عليكم. عن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة من كأس أمم إفريقيا، يواجه حامل اللقب المنتخب الجزائري منتخب غينيا الاستوائية، ويسعى محارب الصحراء التعويض المباراة السابقة التي انتهت بالتعادل السلبي أمام سيراليون. المنتخب الجزائري يدخل هذه المباراة بشعار الفوز ولا شيء غير الفوز،
أما منتخب غينيا الاستوائية وبعد خسارته أمام منتخب الكوت ديفوار يسعى للفوز بالمباراة وتحقيق 3 نقاط، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام حامل اللقب المنتخب الجزائري. مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية تشاهدونها ابتداء من الساعة 8 بتوقيت الجزائر، 7 بتوقيت غرينيتس، على قناة بي إنسبورت ماكس 1 وبي إنسبورت ماكس 2، أيضا منقولة على قناة الأرضية الجزائرية، ومعلق المباراة هو حفيظ الدراجي. وشكرا على المتابعة.